عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة شيوات آلاء. اليوم غادي نشوفوا طريقة تحضير تحلية أو لا ديسير تيجي بارد ومنعش، مذاق ولا أروع، لذيذ بزاف، سهل في التحضير، وأكيد أنها وصفة كتستحق تجربة لأنها سهلة والمقادير بسيطة. تنخرجوا منها تحلية بحال هكذا راقية في المنظر ديالها، تصلح للضيوف وحتى العائلة، أفراد العائلة زوينة في هذا الجو هذا ديال الصيف، منعشة كما قلت لكم وكتجي بنينة بزاف. اللي بقى ما اشتركتش معنا في القناة نتمنى أنها فعلا تشترك معنا وتفعل الجرس باش يوصلها جديد الوصفات، ونشوفوا على بركة الله مقادير وطريقة تحضير هذه التحلية هذه اللي كتبقى بسيطة في إطار الوصفات الصيفية والمنعشة. على بركة الله غادي نحتاج نصف لتر من الحليب البارد، عندي كمية من البسكوي هنايا بالكاكاو، من الأحسن يكون غني بالكاكاو، عندي جوج معلق كبار من السكر سنيدة، جوج معلق كبار من نشا الذرة أو المايزينا، وعندي كمية من الكوك أو جوز الهند المبشور للتزيين، معلقة كبيرة من الزبدة، وشوية ديال لوزيز سيترون أو قشور الحامض. هنا اختاريت الحامض الأخضر لأنه تعطي واحد الفريشور أو واحد مذاق منعش للتحلية ديالنا. غادي ناخد الكسرونة اللي غنخدم فيها التحلية، غادي نديرو النشا، نزيدو عليه السكر حبيبات، تنذكر جوج معلق كبار من النشا وجوج معلق كبار من السكر سنيدة أو السكر حبيبات، نضيفو عليه نصف لتر من الحليب البارد وغنخلطو الكل ونديرو فوق من نار متوسطة مع الاستمرار في التحراك حتى نحصلو على كريمة عقدة شيئا ما أو لا ثقيلة. في المرحلة هذه من المستحسن أننا ما نحبسوش من التحراك، نواصلو التحراك هكذا باش ما يلصق ليناش نشاف قاع الكاسرونة. كما شفتو هي وجدت معنا الكريمه، ما كتاخذش وقت كتير في التحضير، ما بين 3 حتى 5 ديال الدقائق باش كتعقد بحال هكذا، كتجي كريميه في القوام ديالها زوينه بزاف، جربوها ما غاديش تندموا عليها، تحليه روعه روعه روعه. صافي هذا هو القوام ديال الكريمه اللي حصلنا عليها. نشوفوا باقي المراحل، غادي نضيف معلقة كبيرة من الزبدة، ندوبها بديك السخونية ديال الكريمة، كتعطي واحد اللمعة للكريمة ديالنا هاد المعلقة هادي ديال الزبدة، وأكيد أنها كتعطي اختلاف حتى في المذاق. غادي نزيد قشور الحامض، الكمية كتبقى على حساب الاختيار وعلى حساب الذوق ديال كل واحد، فمن مجرد ما تنضيفو القشور ديال الحامض تتعطي واحد الريحة رائعة. صافي هكذا الكريمة ديالنا كتكون وجدات. غادي نهز البسكوي، هنا كما قلت لكم كما ذكرت من الأحسن يكون البسكوي غني بالكاكاو، تيجي المذاق ديالو مرشي شوية، ديك المرورية ديال الكاكاو مع الحلاوة ديال الكريمة والحامض، فكتعطي واحد المزيج ديال النكهات فعلا روعة. غنستمر نقطع بحال هكذا، حتى كنكمل الكمية أو لا حتى نوصل الكمية اللي بغيت. غادي نخلي عندي كمية من البسكوي هكذا كصاين على حسب التزيين. صافي وغادي نجيب الكؤوس أو الزجاجيات فاش غادي نقدم التحلية ديالي. هنا بالنسبة لهاد المقادير اللي درت أنا خرجت لي 4 ديال الكؤوس،
بالنسبة للناس اللي عندهم أفراد الأسرة ولا اللي بغاو يديروا كمية أكثر، فما عليهم غير يضعفوا المقادير. هنا درت البيسكوي أو القطع ديال البيسكوي من تحت في القاع ديال الكؤوس. غادي نضيف عليهم الكريمة، طبقة من الكريمة، وهكذا حتى نكملوا تقديم ديال أو المونتاج ديال التحلية ديالنا. طبقة من البيسكوي عليها طبقة من الكريمة ونخلفوهم، فتيقوني كتجي روعة 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 في المذاق، زوينة بزاف، ما غاديش تندموا عليها إلا جربتوها إن شاء الله. ونتمنى تجربوها وتجاوبونا في التعاليق كيفاش جاتكم. غادي نزيد هنايا طبقة أخرى من البيسكوي، وغنستمر حتى نكمل المونتاج ديال التحلية ديالي ولا ديال الكؤوس كلها. هذه طريقة سهلة المونتاج ديال التحلية، ولكن كتبقى راقية في المنظر ديالها. غادي نزيد الطبقة الأخيرة ديال الكريمة من بعد ما وزعت الكمية ديال البسكوي اللي عندي، وندير الكمية المتبقية من الكريمة. كتجي يا سلام المذاق ديالها. صافي بحال هكذا، تحلية سهلة سريعة كتوجد بالخف. من بعد ما سالينا هكذا التحضير ديال التحلية، غادي ندخلوها للثلاجة لمدة كافية باش غادي تبرد، ونخرجوها باش نشوفوا طريقة التزيين. هنا بالنسبة للتزيين اختاريت تبقى على حسب الاختيار ولا على حسب الذوق ديال كل سيدة ولا كل شخص، كل واحد وكيفاش بغى يقدم التحلية ديالو. انا خليت هنايا قطع من البسكوي صحيحة غنحطها من الفوق، بحال هكذا. تزيين سهل وبسيط، صافي. وغادي نزين ب الكوك او لا جوز الهند المبشور الرقيق، غادي نزين به الجوانب، فحتى هو تيعطي مذاق تيتواتى مع المذاقات ديال او النكهات اللي درنا في التحليه. تنعرفوا ان الكوك تيجي مع تيتواتى بزاف مع الحامض. جربوها ما غاديش تندموا عليها ان شاء الله، فهي وصفه سهله سريعه، لكن الاهم انها كما تنقولوا ديما البنه كتكون حاضره رائعه في المذاق ديالها، واكيد انها راقيه في المنظر. والحلاوه ديال هاد الوصفات تيبقى في البساطه ديالها والمقادير اللي كتكون بسيطه جدا ومتوفره في كل مطبخ. صافي كلمسة أخيرة غادي نضيف هكذا باش نهرسو شوية اللوينات، غادي نضيف العريشات ديال النعناع. كلمسة أخيرة، صافي. وها هي التحلية ديالنا وجدات، هذا هو الشكل النهائي ديالها. كتجي راقية هكذا في المنظر، المذاق ما نقول لكمش رائع، منعشة بزاف بزاف، زوينة لهذا الفصل هذا الجو ديال الصيف. فريحة الحامض ومع داك البسكوي والكوك كتجي يا سلام. شكرا لكم على المتابعة، نتمنى انكم تجربوا الوصفة وتبارطاجيوها مع الاحباب والاصدقاء هكذا باش تعم الفائدة، وتصيفطوا لينا في التعاليق كيفاش جاتكم.
شكرا لكم بزاف، وإلى اللقاء مع وصفة جديدة إن شاء الله.